دكتور سامح احنا عايزين بسرعة جدا نقفل قبل ما نقفل موضوع الصمامات وعشان هنطلع لفاصل برضو العيوب الخلقية بقى في القلب يعني هل دي بتعتبر برضو نسبها كبيرة التعامل معها بيكون ازاي يعني ناخد كده يعني لمحة فيها وإذا برضو كان في معلومات أكتر ممكن نستكملها في الجزء الجاي إنشوهر. عيوب القلب الخلقية برضو ممكن تصيب الصمامات يعني ممكن أوه. الطفل يتولد بصمام ضيق أو الصمام فيه ارتجاع وبالتالي برضو الاكتشاف المبكر هنا مهم جدا وبالتالي تمام. برضو السكرينينج أو المسح أن احنا جميع الأطفال لابد أن احنا برضو يتم الكشف عليهم على الاقل بعين الدم ان احنا نعرف نسبه الاكسجين في الدم صحيح مظبوطه ولا لا بحيث ان احنا نعرف اذا كان في عنده مشاكل في الطفل الحديث الولاده ولا لا م. غير الصمامات ضيق الصمام الرئوي او ضيق الصمام الاورتي ممكن يبقى في ضيق شديد جدا مولود بيه الطفل مش حمى روماتيزميه ولا آه. تكلس ولا, آه. ولا اي حاجه ممكن يبقى في ثقب ما بين القلب اليمين والقلب الشمال أي. احنا اتكلمنا كل في الحلقه اللي فاتت ان في قلبين يمكن منضمين لبعض لكن في فاصل بينهم آه. وان الدم لو اختلط اليمين بالشمال بيبقى فيه مشكله آه. ساعات الطفل بيولد وفي ثقب مثلا ما بين الاذين الايسر والايمن هو بيبقى موجود وهو جنين لكن المفروض يتولد وهو مغلق اه اللي يعني. بين البطين وال والبطين الايسر والايمن ده المفروض ان هو بيغلق قبل الولاده بالزبط. اللي بين الاذينين ممكن يفضل موجود ايوه زي برضه الوصله الشريانيه اللي ما بين الاورطه والبالمري ارتري او الشريان الرئوي ده برضه ممكن تفضل مفتوحه فتره من الفترات وممكن تصيب مشاكل المشكله بقى في الخلط ده ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال في القلب انها بتبقى عبء على القلب أيوة. وبالتالي ممكن يبتدي يحصل تضخم في عضله القلب ولو لم يتم اكتشافها ولو الطفل ما اشتكاش بالذات انه بيبقى طفل صغير ممكن شهور صحيح وممكن سنه سنتين فصعب إنه هو يشتكي ممكن يحصل فيه هبوط في عضله القلب وبالتالي دي فايده ان فعلا لابد من ان احنا نلاحظ الطفل اذا كان في اي زرقه في جلده ابتدى يزرق الطفل أوه. اللي ابتدى يزرق نهجان ما بيرضعش كويس أوه. من صدر مامته تمام كل الحاجات دي برضو بتدي مؤشر ان الطفل ده ممكن يكون عنده مشكله ما في القلب أوه. دور الطبيب وده على فكره بقى فرع متخصص دل... دلوقتي في امراض قلب, قلب الاطفال للأطفال. ان احنا فعلا بنشوف دلوقتي الموجات الصوتيه بتقدر تعرفنا على المشكله سواء الثقب سواء الصمامات الضيق اللي في الصمامات او تلف عضله القلب نفسها كل دي حاجات ممكن ابتدينا ان احنا نكتشفها في الاطفال حديث الولاده